في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب البحريني اعتصم جمع من أنصار الحرية والعدالة أمام مقر سفارة آل خليفة في العاصمة البريطانية لندن، استنكارا للحرب التي تشنها السلطات ضد الشعب البحريني الأصيل ورموزه وقادته السياسيين والدينيين. اعتصام شارك فيه بعض من أصحاب الضمائر الحية بالرغم من أوضاعهم الصحية. أرى أن واجبي أن أشارك مع الأخوة الأحباء للدفاع عن حقوقهم ليس في البحرين وإنما في غزة وفي اليمن وفي لبنان وفي العراق وفي سوريا. نحن الآن أمام ظالمين يتآمرون مع الأمريكان وغيرهم لمسح ما كانت عليه أمتنا من عظمة. وأما الجيل الجديد فهو يؤكد على استمرارية النضال وأن راية الثورة هناك من يحملها. المعتصمون وجهوا رسائل متعددة عبر هذا الاحتجاج، ومنها رسالة للسلطات الحاكمة أن يقيموا العدل في البحرين وأن يعطوا الشعب البحريني كامل حقوقه. لمن الملك اليوم؟ لله رب العالمين. ممكن أنك تشوفوا أنفسكم أنتم أصحاب قوة الحين، ولكن ما تعرفون، انظروا إلى الملوك من قبلكم، تعلموا من الدروس التي سبقت. فيما بعث آخرون رسالة إلى السفير الخليفي، ومفادها أنهم سيلاحقونه باعتباره رمزا من رموز الترويج للكراهية في البحرين. هذا المدعو فواز الخليفة لهذا الدور المتورط فيه، وإن شاء الله راح تكون هناك مناشدات من أجل طرده من هذا البلد بسبب هذه الأدوار اللي قام فيها. وحذر ناشطون آخرون المجتمع الدولي من مغبة عدم الاكتراث لما يجري في البلاد، أن هذا النظام اليوم يمثل خطرا على الأمن، ليس فقط أمن البحرين بل الأمن الإقليمي، وليس فقط على مصالح شعب البحرين بل حتى على مصالح حلفائه. قليلا من الصمود والانتصار قادم بعون الله، لا نشك في هذه المسألة، انتصارنا حتمي، هذا النظام إلى مزبلة التاريخ حتما. هذا التضامن مع شعب البحرين يعكس مشروعية قضيته ويؤكد على أنه ليس وحيدا في ساحة المواجهة. في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب البحريني بعث هؤلاء المعتصمون برسالتين، إحداها إلى الشعب البحريني أعربوا فيها عن تضامنهم الكامل معه في نضاله المشروع من أجل استحصال حقوقه المشروعة، فيما بعثوا رسالة أخرى إلى المجتمع الدولي طالبوا فيها باتخاذ موقف حازم اتجاه هذه السلطات التي تمادت في ظلمها وطغيانها. ساهر عربي للبحرين اليوم من أمام سفارة آل خليفة في العاصمة البريطانية لندن.